الحظ والتوفيق لعب معاك دور في حياتك؟ نو نو يا نهار كارديت نصار. انا ما بؤمنش بالحظ. امال لو كان لعب معاك دور كنت هتعمل ايه؟ كنا ناخد كل حاجه بطولات. فهي مينيا كواليداد انكو انترينادور كمدرب. فهي سنسبيليداد بو جوغ، وكحسي للماتش. ما كيل كيو ابريندي بر سي ترينادور، واللي اتعلمته عشان اكون مدرب. يس كوم جا ديس كو نو في اون ليبر ان بورتوغال، زي ما قلت ما كانش في ولا كتاب في البرتغال عشان اشتريه عشان اتعلم تدريب. كنت بسافر كل سنه عشان اشتري كتب، وكنت بعمل احدث حاجه في كره القدم العالميه وطبعا في اوروبا، فكنت بروح اشتري كتب. في الموسم ده في البرتغال كنت متقدم عن الناس التانيين، لان انا كان عندي معلومات اكتر بكتير، كان عندي معرفه اكتر عن الناس. فده كان العامل في شغلي وشغل اللعيبه اللي معايا وشغل المساعدين اللي معايا والادارات اللي اشتغلت معاها اللي جابت لي اللعيبه اللي عايزهم عشان اشكل فرقه كويسه تقدر تكسب البطولات. وعشان كده انا شايف عشان تاخد يبقى عندك حظ محتاج شغل كتير، شغل كتير وموهبه كتير. فمن الشروط الاساسيه عشان تكون مدرب كويس تعرف تختار اللاعبين، تختار لاعبين ليهم خصائص para montar um sistema de jogo تعمل عليها السيستم اللعب اللي بيحبه المدرب، بيحس بارتياح اكتر في المدرب، بيحس بهويته اكتر فيه. وكان عندي الامكانيه دايما ان كنت بعرف اختار اللاعبين، ودايما كنت بعرف اختار اللاعبين بيلعبوا بالطريقه اللي انا عايزها. مش دايما طبعا كنت بيبقى عندي النجاح، لكن النجاح ده ليه علاقة بالمعرفة، بموهبة المدرب، بموهبة اللاعبين. الحظ ساعات بتيجي في ناحية أو في ناحية تانية، بس أنا ما بؤمنش بحكاية الحظ دي. فأنا شايف اللي عنده الإمكانية واللي عنده الموهبة طبيعي يبقى عنده حظ أكتر من التانيين. أكيد أكيد تفرق معاك 100%، زائد الشخصية القوية جدا. الشخصية مش في اي حد، الشخصيه التي لا تكتسب. اللي هي شخصيتك. ليدر تم كونديسيون ميناتا، اوكي؟ دي حاجه بالفطره. أكيد. اتولدت بيها. اكيد. نينجيه ليدر بوركير. مفيش حد بيكتسب القياده، في قائد كويس وفي قائد سيء. اكيد. القائد السيء. اكيد سوريودا ريون. الرودية جنت كنون بريستا ده بيبقى حواليه ناس مش كويسين ايكي اباخا سوتس بسوز وش ديتادور شاناسين وبيهبط الناس اللي حواليه. الدكتاتوريين بيبقوا يكونوا كده، والقائد الكويس او ليدر ديمقراطي بيبقى قائد ديمقراطي. بس طبيعي طبعا لازم ياخد قرارات، ساعات تكون قرارات شديده، بس اهم حاجه يكون ياخد قرارات عادله. اوكي يصير جوست ويكون عادل في تصرفاته. هي كابا بور ناتورالمنت سير اسيت وطبيعي بيلوس جروبس هيتم قبوله عن طريق المجموعه اللي حواليه. فده الفرق بين القائد الكويس والقائد السيء. القائد الكويس مبني على اساس القيم الانسانيه، فهو على اساس كده بيتم احترامه من كل الناس اللي بتعامل معاه. اكيد دي فكرتي عن القياده. اكيد اكيد.